السلام عليكم. منذ ملايين السنين تشكل نظامنا الشمسي، ولكن لم يكن ظاهرا لنا سوى كواكبنا الثمانية وشمسنا في وسطهم. لكن عندما تم اكتشاف الكوكب القزم بلوتو في عام 1930، بدأ من الواضح أن نظامنا الشمسي فيه جزء لم نكتشف، وهذا الجزء غير المكتشف كان حزام كايبر. يقع كل من بلوتو وأوروكوث، وهو جرم سماوي يشبه رجل الثلج، في حزام كايبر، وهي منطقة على شكل حلقة من الأجسام الجليدية خارج مدار نبتون. قد يكون هناك الملايين من هذه الأجسام الجليدية، والتي يشار إليها مجتمعة باسم أجسام حزام كايبر أو الأجسام العابرة لنبتون، في هذه المنطقة البعيدة من نظامنا الشمسي. ويعتقد أن أجسامها ربما تكون قد اجتمعت معا لتشكل كوكبا لو لم يكن نبتون هناك. بدلا من ذلك، أثرت جاذبية نبتون على هذه المنطقة من الفضاء لدرجة أن الأجسام الجليدية الصغيرة هناك لم تكن قادرة على الاندماج في كوكب كبير. في عام 1943 اقترح عالم الفلك كينيث إدغورث أن المذنبات والأجسام الأكبر قد تكون موجودة خارج نبتون. وفي عام 1951 تنبأ الفلكي جيرارد كويبر بوجود حزام من الأجسام الجليدية في أقصى حافة النظام الشمسي. اليوم تعرف الحلقات التي تنبأ بها العالمان باسم حزام كايبر أو حزام إدغورث كويبر. على الرغم من حجمه الكبير، لم يتم اكتشاف حزام كايبر حتى عام 1992. وعلى غرار حزام الكويكبات، فحزام كايبر هو منطقة من بقايا التاريخ المبكر للنظام الشمسي. مثل حزام الكويكبات، تم تشكيل حزام كايبر أيضا بواسطة كوكب عملاق، على الرغم من أنه أشبه بقرص سميك أكثر من حزام رفيع. لا ينبغي الخلط بين حزام كايبر وسحابة أورت، وهي منطقة أبعد بكثير من حزام كايبر. يعتقد أن كل من سحابة أورت وحزام كايبر هما مصدران للمذنبات. تبدأ الحافة الداخلية لحزام كايبر في مدار نبتون على بعد حوالي 30 وحدة فلكية من الشمس، وكل وحدة فلكية واحدة هي المسافة من الأرض إلى الشمس. المنطقة الداخلية الرئيسية لحزام كايبر تنتهي بحوالي 50 وحدة فلكية من الشمس. تدخل الحافة الخارجية للجزء الرئيسي من حزام كايبر، وهي منطقة ثانية تسمى القرص المبعثر، والذي يستمر إلى الخارج إلى ما يقارب من 1000 وحدة فلكية. يقدر العلماء أن آلاف الأجرام السماوية التي يبلغ قطرها أكثر من 100 كيلومتر تسير حول الشمس داخل هذا الحزام، إلى جانب تريليونات من الأجسام الصغيرة، وكثير منها مذنبات قصيرة المدى. تحتوي المنطقة أيضا على العديد من الكواكب القزمة. يشبه حزام كايبر جدا حزام الكويكبات، ومع ذلك يبلغ عرضه 20 ضعفا وما يصل من 20 إلى 100 مرة من كتلة حزام الكويكبات. الكون مليء بمخلوقات الله، ويوما بعد يوم نكتشف شيئا جديدا يذهلنا أكثر من الذي قبله. وكما قال الله عز وجل في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم.
وبالنسبة لسحابة أورت فهذه قصة أخرى. وأراكم في الفيديو القادم.